لاباس، وش راكم؟ صباح لاباس، صحة لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ان شاء الله تكونوا جوزتوا رمضان مليح، والعيد ان شاء الله تكونوا عيدتوا مليح رغم الظروف اللي رانا فيها. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نعيدوا بخير وعلى خير، وتولي هذه غير ذكرى. هذا ما كان ان شاء الله، اللي راه مريض ان شاء الله ربي يشافيه، واللي مات ربي يرحمه ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم، معاكم ام انفال من قناه طبخ وحلويات جزائريه في اسبانيا. اليوم ان شاء الله على بالي بلي رانا مع الصيام، الناس راهي صايمه، ومنا حندير لكم حاجه خفيفه بعيده عن اللحم والدجاج والكفته، ولا حاجه سهله وخفيفه للصيام تاع شوال. ولا راح ندير معكم ان شاء الله طرشي محشيه بالرز، ما فيها لا فيونداشي لا دجاج لا والو، غير بالرز ولا صوص طوماط، وفي التالي نديروا لها لي فخيت، اللي يحب يزيد لي فخيت ولاصوص نوريكم كيفاش نديروها. واش نحتاجوا؟ انايا جبت هذا البلا هكذايا، جبت الطرشي تاعي غسلتها مليح مليح واحد دو فوا، ونقيتها نشفتها ونقيتها وخويتها من الداخل. نوريكم دقيقه هكذا، شوفوا خويتها بيان من الداخل هكذا، وخلي هذاك الراس تاعها اللي تنحي خليه باش كي نديرو نعمروها نحشيوها لداخل نغلقوها باش ما تخرج لناش العقده تاعها بزاف هكذا. هاي وحده معايا هنايا، دوك نوريكم كيفاش فتحتهم انايا. ودرت الرز، درت الماء يغلي وكيما عادي، ودرت شويه زيت شويه ملح، ورميت فيها الرز هكذايا، سلقته شويه غليته ماشي شويه حتى دخلوا طياب مليح هكذايا. درت لاصوص طوماط، زوج حبيبات تاع الطماطم رابيتهم مع الثوم والزيت والملح والفلفل، طيبتهم مليح مليح، وزدت لهم طوماطيش تاع لي بواط، طوماطيش تاع لي بواط في التالي زدت لهم، عقدتها مليح. ها هي شوفوا لاصوص تاعي كيف درتها، شوفوا الثوم محكوكه، ها هي براج تاع الثوم هكذا. باش نسمو الرز تاعنا نسموه بالنعناع، او النعناع، اللي عنده النعناع يابس خير، انا ما عنديش نعناع يابس، عندي نعناع هكا فريش، كندير النعناع نسموه بها. هاكو معايا دوك نوري لكم كيفاش هكذا. تحكمي انت حبه تاع الطرشي تاعك، تنحي لها الزايد هذا هكذا، وتحليها هكذا بالعقل بشويه هكذا. مليحه صدقوني، بلا خفيف ويجي وال مكا مع الصيام هذا تاع شعبان تاع باردون شوال هكذا. شوفوا نخويوها هذاك البارتي الفوقاني هذاك، نحوه نفضيها مليح مليح، شوفي باش تبقى هكاك خاويه لداخل هكذا. هذا ما نحوش قلت لكم نخلوه نرجعوه، انا راني دايرت لهم هادو كاملين هكذا. واش ندير؟ ندير لهم غير شويه شويه ملح، باسكو لاصوص فيها الملح والرز فيه الملح، ما نكملش غير شويه ما تجيناش طرشي صامطة. هذا ما كان هكذا، كل وحده ونرجع لها هكذا. شوفوا هكذا غير شويه ملح، ما كنكملهم انا ونولي معكم هكذا. البنات دوك واش نديرو؟ نجيب الرز تاعي لهنايا، ندير له النعناع، قلت لكم راح نسموه انا بالنعناع شويه هكذا هكذا. نجي مغرفه واحده اخرى نرفد من هذيك لاصوص وندير هنايا لداخل، سهله في متناول الجميع. هاي فيها لا لحم لا بيونداشي لا بزاف، ملينا منهم شهر كامل نقصوا هكا ونسمه مليح هكا هكذا. نخلطوها مليح مليح هكا، خليها مليح، ولاصوص نخلوها باسكو مازالنا قلت لكم نزيدو نديرو لها من الفوق كاع، نقلو واحد مقله ولا زوج تاع لي فخيت ونديروهم لهم هكا. هكذا شوفي اختي هكذا، نحكم باش راكم تشوفو مليح هكذايا هكذا، ونعمرها هكا، ما تعمروهمش بزاف باسكو يخرجوا هكذا. هكا باسكو يزيدو ينتفخو، نرجعو لهم الغطا تاعهم غير هكاك، هكا رجعو هكا للداخل هكا باش ما يخرجوش هكا. هكذا نحطها نزيد نحي هذي هكذا. شوفوا شوفوا حد من هنايا حتى لهنا، نسي هذاك الراس تاعها نعاود نرجعو هكا، شوفوا كيفاش هكا، ونحطهم كمل انا هادو كاع ونوريكم شحال ندير هكذا. البنات بعد ما عمرتهم كاع واش ندير؟ جبت شويه الزيت وهكا ندهنهم غير شويه هكايا من هنا شويه من تحت هكذا،
نديرهم كاع وندخلهم للكوشه. نقص الكوشه نقص على 170 هكذاك، شعلهم لتحت والفوق ونخليهم، ما تخلوش الطرشيط نحرق، هي الطرشيط تبان مليحه ملحمه مليحه، شوف شنو، ما تخلهمش ينحرقوا، خلهم يطيبوا يطيبوا في غرضهم، خليها تذبل ماشي تنحرق الطرشي. والروز طايب بيان سور. دوك نزيد واحد المقله تاع البطاطا تاع لي فخيت، نديرها من الفوق كوش، ونزيد كوش تاع الطماطم وندخلوه ينشف. راكم معايا وتشوفوا كاع كيفاش نكملها. بنات ها هي الطرشي تاعنا بعد ما طابت، شوفوا طابت مزيان، شوفوا نوريلكم، هاي باينه طايبه، شوفوا موسكاري تروبيا ساله طايبه وما خرجتش، قلت لكم العقده ما تعمروهاش بزاف باش ما تطرطقش ما تخرجش لكم. شحال ندير دوكا، قليت شويه بطاطا، هذه اختياريه بصح تجي بنينه بها هكذا، حطيها كاع هكا من الفوق، صدقوني تجي بلا رائع. ماكلة تاع الصيف خفيفة هكذا، نصطفها كاع من فوق هكذا باش كنسقيها، نرفدها بيها بالبطاطا تاعها بلاصوص. هاي لاصوص تاعنا لي كنا طيبناها لي خلينا منها قبيلة. هكا سيت تربيها هكا هكذا شويه شويه هكذا هكذا، ونعاود نرجعها للفوق باش تشرب وتنشف عليها ومع البطاطا، ونولي نوريها لكم في صحن التقديم. البنات هاي الماكلة تاعنا اللي درناها، الطرشي محشية بالرز والبطاطا مقلية ولاصوص، ها هي تشوفوا كيفاش جات ما شاء الله طيبة. الطرشي غير بلا ما تقليها بالراش دخلناها غير الفور طيبة، الرز طيب، زدنا قلينا شوية اللي فخيت درناها من الفوق، تحبي ديري اختياري ولا دير غير لاصوص، هذا ما كان. شوفوا كيفاش خرجت، نوريكم الداخل، شوفوا الرز بالنعناع البنة تاعو هايلة، شوفوا ها الرز هذاك ما يتعجن ما والو، شوفوا بقى هكذاك مثرثر، ها روعه. ان شاء الله تجربوها مع الايام تاع الصيام، ان شاء الله نكون فدتكم. وصفه سهله واقتصاديه وخفيفه ميم طو، ان شاء الله تجربوها، ولا جربتوها كما ديما نقول لكم ما تنساونيش ديروا لي جيم ان شاء الله، بارطاجيوها بارطو مع احبابكم وصحابكم ان شاء الله، وان شاء الله مازالوا وصفات واحد اخرين، تبقاو على خير وغدوه ان شاء الله.